نمشي لواحد صبلي بالحمد واخا نختمو به. اييه تفضلي. ربعة البيضات، كاس زبدة، ربعة البيضات، كاس ديال الزبدة، كاس سنيدة، عندنا خمارة، عندنا قرصة الملح، دقيق حسب الخليط للتزيين، عندنا سكر كلاصي، قطع ديال الشوكولات. عندنا طريقة، نشوف الطريقة، تنجمعو العناصر ديال العجينة، نطرحوها بين جوج ميكات. نقطعوها بالقطعة على شكل رابوس. لما كيطيب لينا كنلصقو وحدة مع وحدة بشوية ديال العسل، وندوزوهم في عصير ديال الحمض، سكر كلاصي، وكنجيو حتى الوسط ديالهم وكنزينوهم بواحد القطعة ديال الشوكولات في الوسط. كنديرو ليها شوية العسل ونثبتو ديك القطعة ديال الشوكولات. الله يعطيك الصحة تبارك الله عليك مليكة، مشكورة جدا على كل هاد الاقتراحات اللي قدمتي لنا اليوم، وانت معنا أسبوع بالكامل.